نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية بمركز نصر النوبة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضمنت أعمال القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأكثر من 1600 من المترددين على القافلة، فضلا عن تحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان لإجراء العمليات الجراحية. نفذ قافلة طبية في قرية خريطة التابعة لمركز نصر النوبة النهاردة اليوم الثاني من تنفيذ القافلة. فكرة القوافل العلاجية هي الوصول بالخدمة الطبية زي ما قلنا حضراتكم لأهلنا والناسنا في المناطق والقرى الأكثر احتياجا. هي عبارة عن قافل طبية، عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بيضم 10 تخصصات طبية مختلفة، بيضم 2 معمل، معمل الطفيلات ومعمل الدم، بيضم خدمة الأشعة العادية، بيضم خدمة الأشعة التلفزيونية، معنا صيدلية بالمجان فيها أكثر من 130 صنف بالمجان. طبعا بنقدم الخدمة اللي محتاجة تحويل رعاية تانية أو رعاية تالتة بنحولها لأقرب مستشفى تبع لمديرية الصحة، زائد حوالي 150 نوع دواء معانا طبعا في القافلة.